الرمله محاوله اخرى يحيى عبد الله رفع كره فرصه هدف هدف ثاني لفتره المنتخب الوطني المغربي هدف ثاني بواسطه اللاعب الصابري هدف التعادل لفتره المنتخب البرازيلي هدف بواسطه العبيد كاسيميرو ياسين بونو كان بامكانه انه يحصل الكره ولكن الكره كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك هدف اول لفتره المنتخب البرازيلي عايز اقول رساله توصل لكل الشعب المغربي وكل اللي بيتفرج عليا حلم عمري وحلم هيتحقق اوصل فيديو واحد ل 500 الف لايك يا شعب المغرب حققوا حلم موحى اليتيم ووصلوا اللايف ل 500 الف لايك تعمل لي لايك بمناخيرك عايز اوصل رساله للعالم كله ده مش مجرد انتصار جه كده انا قلت ان المغرب هي الاحق بكاس العالم قلت ان المغرب هما ابطال كاس العالم الحقيقيون ومحدش صدقني المنتخب اللي يفوز على بلجيكا وكندا واسبانيا والبرتغال ويفوز كمان على فرنسا اللي هي كانت خلاص هي والارجنتين في كاس العالم والنهائي يعني يا جماعه بعد النهارده الاداء الرجوله من منتخب المغرب بقياده وليد الركراكي وكلنا شفنا احلى خطه في العالم 4-3-3 سيري يا مغرب سيري النهارده بنشوف هدف البرازيل بتجيب هدف غلطه في كابتن ياسين بونو ولا يهمك ياسين يا بونو دخل فيك جون غلطه عندك رجاله عندك النهارده سفيان بوفالا والهدف الجميل يا اخبار يا عالم ذيعوا يا صحف اتكلموا النهارده ياسين بوفالا بيجيب هدف في البرازيل وحارس البرازيل بيعمل كده بيتفرج على الكوره تخلص على كده ازاي البرازيل تجيب التعادل الكره ماسكها ياسين بونو بس قال لك عادي يجيبوا جون ضيف ارضنا اضحك يا بقي البرازيل مش هتجيب جون عيب فياسين بونو سابها تدخل عبد الحميد يسكت عبد الحميد المغربي انفخ في الجون 2-1 منتخب المغرب بيفوز على البرازيل اقسم بالله وانا باقسم دول رجال الدين دول اللي عندهم اكرام الوالدين دول اللي عندهم الله الوطن الملك محمد السادس النهاردة منتخب المغرب بقولها بعلو صوتي هو فخر كل العرب فخر مصر فخر الجزائر فخر فلسطين فخر السعودية يا جماعة المغرب تعمل ايه تاني النهاردة بشوف الساعة الكاملة لكل الحضور الجماهيري الحب ده ايه العشق ده مين من العرب كسب البرازيل ايه ده يا عم موحى في ايه الكل ده النهاردة المغرب بتفوز على المصنف الأول في كأس العالم وهي البرازيل اللي نص فرقتها بتلعب في ريال مدريد بطل أوروبا النهاردة المغرب بتوصل رسالة لكل العرب بل العالم كله هما مش دولة عربية أنا آسف مش بقلل من العرب دي دولة عالمية ده منتخب عالمي البرازيل تيجي إيه في المغرب الأرجنتين تيجي إيه في المغرب النهارده بقينا عندنا منتخب مرعب للعالم كله عايزين تلعبوا المغرب مع مين بلجيكا كسبتها اسبانيا كسبتها البرتغال كسبتها فرنسا هتكسبها مين يا جماعه تاريخ اللي سمعته والله تاريخ المنتخب المغربي يفوز على المنتخب البرازيلي مش مستوعب راح تتاكد كازيميرو يلعب وفينيسيوس يلعب وميليتاو يلعب ولكن المغرب فازت بنتيجة 2-1 تعرف معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي يفوز على منتخب البرازيل يعني المغرب يفوز على أقوى منتخب في تاريخ كرة القدم إيش سوى هذا؟ إيش سوى هذا الأصلع الداهية وليد الركراكي؟ مستوعبين أنه هذا المدرب فاز على التشيلي مع أليكسيس سانشيز وفاز على بلجيكا مع دي بروين ولوكاكو وفاز على إسبانيا مع موراتا وبيدري وفاز على البرتغال مع كريستيانو رونالدو وفاز على المنتخب البرازيلي مع فينيسيوس وباقي ابناء السامبا والجميل في المنتخب المغربي احتفاليتهم الرسميه هي سجود لرب العالمين هذا الجيل هو اقوى جيل في تاريخ المنتخبات العربيه وهذا المدرب وليد الركراكي هو افضل مدرب عربي عبر التاريخ والله المغرب فخر ديما مغرب مبروك علينا مبروك علينا الانتصار ديال المنتخب ديالنا ضد منتخب سيليساو واش فهمتوا وسيليساو ديروا جيم بارطاجيو وكومونتير سيليساو البرازيل ماشي نيجيريا ولا كدا ولا اخوتنا
البرازيل يعني منتخب الاول في العالم، وماشي غلبناهم بهذاك الشيء ديال بالاداء التيكي تاكا هذاك الشيء كبير. والله الا انا كنت نتسنى البرازيل زعما راه تربح، وهذيك بيكي طاطا هو يجي يبقى يدير لنا برجليه هذيك 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 الرقصه ديال الفلامينغو. لا 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 اجري بوفال وما كاين هز الكتف. ايوا سير 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 تبارك الله عليك الركريك، عرفتي سكتين بنادم صافي بنجتين عرفتي. وراه تنسمع الغوات ديال الكراعيلة من هنا من هنا تنسمعهم تيغوتوا، راه عرفتي راه ما تفطروا ما تسحروا ما داروا حتى حاجه، يمكن تغداو. اودي مبروك مبروك علينا مبروك علينا، يعني اداء مخير وتنظيما وجمهورا حضاريا. دخلنا لكم بالله يا المشاهدين وسمعتوا زيري حمار ولا عطيو البنان ولا طوابير ديال الزيت ولا حشية الهضراء، سمعتوا شي حاجة من هذا الشيء؟ لأن بصراحة العبارة احنا عندنا تربية الملوك ماشي تربية البهايم، تربية الكراعيلة، تربية الكابرانات اللي هاجي فمك وقول، يعني فرق كبير. يعني في إمكاننا راه ماشي خوف كما تيقولوا شي وحدين ثم خوافة، راه ماشي خوف، راه نطلعوا لكم تيفو تبقى تبكيو من هنا حتى العيد الكبير. راه تيفو واحد نوصيوها للجمهور حشية الهضرة من تحت الدف اللي ما تخليكم تبقى تذكروا كاع. ورغم ذلك حنا دوزنا هاد الماتش بخير، كل شيء الاعلام كاع الاوروبي والاجنبي وكاع اليوتيوبر ديال الدول العربيه شكروا التنظيم وشافوا هذاك الشيء وكيفاش كل شيء، كاع التوانسه المصريين كل شيء تيتمناو، اردنيين سعوديين قطريين كاع تيتمناو يكون عندهم اربع من هذا المنتخب اللي عندنا، الا كراعيلة الا دجا جيران سو هما اللي ناضين الاعلام ديالهم النهار كله ما عندهم حتى حاجه، ما صايمين ما كدا قابلين احنا. ما فهمت انا ما فهمت البارح ما جاز الماتش ما قلنا تا تكدك على عليهم على الكراعيلة هما صابحين في الاعلام. ايوا المنتخب ديال البرازيل ما كانش في نهاره، لا كان في نهار ونهار ضربكم بربعة لزيرو، هذاك هو اللي كان في نهار ونيت في الطوب ديالو. اما حنا البارح ما عرفتش كنا تنلعبو مع وكاتوغو تنوضو سميتو حتى اش بغيت اكثر من هذوك النجوم اللي حاضرين تيلعبو وتيلعبو على الصمة ديالهم، يعني هذاك الشيء الكارثي اللي دارو في المونديال الاخر بغا يعوضوها، خاص هذا الماتش يتكبوا عليه وينتصروا فيه باش بالمدرب الجديد اللي جا والتكتيك ديالو. ورغم ذلك طاحوا، يعني جايين يثبتوا انهم حيوا من جديد، ولكن المغرب هو اللي ثبت بلا هذاك الشيء اللي كان تيتقال عليه في المونديال، بلا هذاك الشيء ظهر لا صدفه لا صدقات ليهم تمام تصدق استضرب الصبليون والبرتغال وكذا ولعب مع فرنسا وتتقول لي تتقول لي تصدق حتى من تصدق يا واش ما عندكم بوكم شي حاجه في الدماغ ولا والو. وزريده الشروق حتى هي الصباح كاتبه خسيره المنتخب البرازيلي بجوج لواحد، مع خسيره ما عرفت حتى العفاريت راه مصفضين في هذا رمضان ما عرفنا ما من خسر. دخلنا لك بالله تشد واش هادو جريده هادي جريده هادي تحط وما تحطهاش الخبر كاع وحسن لك وحفظ ماء الوجه ديالك. خسيره المنتخب البرازيلي بجوج لواحد، هادي جريده دابا تقرا هاد الخبر ما من خسروا مع العفاريت ما الجنون ما فهمت انا مع خسروا لا حول ولا قوه الا بالله. عرفتي وتكون تركزوا على داك الدماغ ديالكم تحيدوه من كاله غادي توليو بخير، والله الا غادي توليو بخير. زعما يعني عرب شكروا شافوا هذاك الاداء وشكروا كل شيء، داك البريطاني هذا الشيء داك بريطاني والله الا صافي مغربي يقح هذاك يوتيوبر بريطاني من قطر من ديال قطر، والبارح جات هو ضرب لك الحطه ديال المغرب وجيتي شجعوه فرحوا به الجمهور وهزوه وزعما فرحوا به النيت زعما
وفرح الكاملين يعني الحقد الحقد راه هادشي اللي تيديرو راه الحقد اللي تتقولنا خاوه خاوه والفتنه وما ديروش راه الحقد اللي عندهم راه ما كاينش شي شي ديانه ولا شي شي قرن ولا شي عصر دازو من غير بحال هاد الحقد اللي عاطينا. احنا لعبنا الماتش شو ديالنا وكلشي ديالنا، ولكن لاش تجبدونا لاش واحلين لهم هنا لاش صابحين تيهضروا عنا وكذا، ولا راه ما المنتخب ديال سميتو منتخب برازيلي ما كانش في نهارو وكذا، يعني بغاو يكون في نهارو باش ناري. وانا الحمد لله والشكر لله ما تهزمناش، كون تغلبنا ناري يفطروا بينا وتسحروا بينا، كون دابا دابا تصيبهم ما عندو بهم حتى حاجه لا خبر لا والو، مقابلين احنا راه التلفازه اشنو منتخب كذا لا، وتحللوا وتقول هو احنا لعبنا مع الجزائريين. اودي الا لقينا بكم والله الا لقينا بكم نعطيكم شي عشرات انتم تدخلوا سوق جواكم. المهم كان هادي على المنتخب والفرحه ديالنا بالمنتخب، ونتمنى ان شاء الله تاني ها هما مشى الصبليون، نتمنى ان شاء الله نشوف شي ماتش زوين تاني. المهم راه الركراكي داير خدمه مزيانه، برافو عليك الركراكي وبون شونس على التصفيقات المنتخب المغربي، وتحية لكم، نشوفكم بس.